هل من تسمح خلال لي اكمل نرجع تاني ارجع تاني انا بس عايز اقول لكم هنا على ملحوظه مهمه قوي الفريق كامل بيقولها يعني مرور الكرام كده يعني على محور مثلا النبري المحور ده كان ممكن ما يكلفناش الرقم اللي كامل بيقول عليه لو كانت الناس ما لم تتعدى على جسر المحور انا بقول كلام مظبوط يا كامل ايوه فن ارجع تاني محور النبري طيب انا بس لا انا يعني مش عشان انا بقول كده لينا كلنا ليه لان احنا مستغربين قوي من التكاليف اللي احنا بنعملها خليني الاول اقول لكم ان شبكه الطرق قبل انا ما اجي اتولى المسؤوليه كانت بتخدم يعني متخطط على 20 30 مليون وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنميه ولا حركه مش كده يا دكتور مصطفى لا تنميه ولا حركه فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكه تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان بس انا هتوقف هنا عند حاجه و هتستغربوا قوي من الكلمه دي بس تخيلوا انا بحمي جسر الترعه بالطريق مش كده يا كامل ايوه فن تخيلوا يا ساده يا مصريين ان احنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه اللي هو دي ارض دوله معموله عشان الجسر ده معمول عشان يحمي الترعه وما يترميش صرف في الترعه او في المصرف لو انا مش كده يا دكتور مصطفى او مخلفات يعني يوم اضطر ان انا عشان احمي الجسر ده هو اللي اعمله طريق صح كده أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعه اللي هو جسر ارض دوله ده معناه ان احنا كدوله المواطنين عندنا اللي من كتر ما الامور فكت مننا خلال السنين اللي فاتت خلاص بقى اروح ابني عليه في ترعه في جسر المحموديه او محور المحموديه اللي بيتكلم فيه لو المحور ده المحور بتاع المحموديه ده ما كانش عليه اكتر من 1000 1000 وحده 2000 وحده مش كده اللي هو هشام امنه موجود مش كده كم انت كنت محافظ البحيره مش كده كم على ارض مخالفه ارض دوله اي فندم ودفعنا 700 مليون جنيه تمام يا فندم مش كده ايوه فندم يعني ما يقرب من 700 مليون جنيه تعويض ايه اجتماعي قلنا عليه تعويض ايه اجتماعي يعني ايه يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها فكان اللي هو هشام كان موجود محافظ ساعتها قال احنا محتاجين 700 800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص حوالي 60 70 كيلو تقريبا مش كده؟ ايوه فندم مش كده يا كامل؟ ايوه فندم انا توقفت هنا للموضوع ده اتفضل استريح اوامر اتفضل انا بس عايز اقول لكم ايه؟ لو ما كانش الكلام ده موجود المخالفات دي كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين لكن لان انا بخش في اجراءات مع الناس واشوف هعوضهم ازاي وادبر لهم الاموال المطلوبه لهم وبعدين نزيل وبعد كده نعمل المحور في حته ما قدرناش نعمل فيها كده ما اعرفش الفريق كامل ما ذكرهاش يعني عشان العرض ما يطولش منه قوي ان احنا اضطرينا لما لقينا الكثافه السكانيه في بعض الاماكن اكتر ان احنا نعمل ترعه اسف نعمل كوبري مش كده يا كامل اي فن على عشان ما يبقى نحافظ على الترعه ارجع تاني ارجع ونحافظ على الناس صح كده ارجع مش كده يا كامل اي فن انا بقول كده لكم ليه عشان بس الناس تبقى منتبهه ان احنا مش المفروض ما نعملش كده تاني والمفروض ان الدوله ما تسمحش بكده تاني مفيش محافظ يسمح ابدا بالتعدي على جسر ترعه او على حرم طريق خالص لان ده حتى الموضوع الزراعي اللي بيتكلم عليه اتعمل سنه 59
لو ما كانش حصل تعدي على جسر الطريق او حرم الطريق، كان ممكن اول نعمل الطريق ده 5 و5 مش بنص التكلفه، بربع التكلفه. لكن احنا اضطرينا نكمل الصحراوي بالطريقه ديت عشان يخفف الضغط عن الزراعي، واضطرينا نخش في النبريه بالطريقه ديت عشان يخفف الضغط على الزراعي ويدي فرصه للدلتا اللي فيها كتله سكانيه كبيره وزراعه كبيره تقدر تتحرك كويس واحمل جسر الترع. بقول الكلام ده لكم او للمسؤولين في المحافظات والمسؤولين في الدوله والمواطنين، الكلام ده لازم يا جماعه تخلي بالكم منه، ده انتوا بتاذوا نفسكم. دي تكاليف كبيره جدا جدا بتتاخد من مال ما حدش بيجيب حاجه من جيبه. الحكومه ما بتجيبش الفلوس من، يعني دي فلوس بتاعت مصر بتاعت الناس. فبدل ما اصرف على موضوع مليار ولا 2، الاقي نفسي بصرف 5 و6. مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم، اتفضل.